مرحبا بكم طلاب الصف السادس مع درس جديد وهو القوى والحركة. النهاردة هنتكلم على موضوع القوى والحركة. طبعا بيقول لي هنا يندفع الصاروخ بسرعة حوالي 40,000 كيلومتر في الساعة حتى يتحرك ويترك الغلاف الجوي للأرض. الفصل 11 هنتكلم فيه على استعمال القوة. طبعا السؤال الأساسي هو كيف تحرك القوى الأجسام؟ هيبقى عندنا درسين. الدرس الأول كيف نقيس الحركة، إزاي بنقدر نقيسها، وخدنا طبعا فكرة عنها في صف رابع. والدرس الثاني كيف تؤثر القوى في الحركة. الفكرة العامة عندنا بيقول لي لو أنا مثلا طالع من بيتي رايح المدرسة، فبيقول لي إيش هو الموقع؟ الموقع هو المكان اللي أنا موجود فيه، المكان الذي يوجد فيه الجسم. هناخد برضو حاجة مصطلح كده ما يسمى بالإطار المرجعي، وهو مجموعة أجسام تمكنني من قياس الحركة أو تحديد الموقع بالنسبة إلي. إطار مرجعي، مكان هرجع له في موضوع القياس. هنتعرف على السرعة وتأخذناها في صف الرابع، ونرجع نقولها كمان مرة. المسافة التي يتحركها الجسم في زمن معين ديت السرعة. هناخد معنى التسارع، هو معناه التغير في سرعة الجسم في وحدة الزمن زيادة أو نقصان. التغير في سرعة الجسم في وحدة الزمن، السرعة تغير في المسافة، التسارع تغير في السرعة، والاتنين بمرور الزمن. هناخد مفهوم القوة، دفع أو سحب مؤثر في جسم. هناخد قوة ما يسمى بقوة الاحتكاك، قوة تنشأ بين سطحين جسمين متلامسين في أثناء حركة أحدهما بالنسبة للآخر. الدرس الأول عندي ما يسمى بالحركة. هل تظهر هذه الصور حركة الكرة بالحركة البطيئة؟ يمكن الإجابة بنعم، بتتحرك ببطء. يساعد الضوء الوميض على تسجيل حركة الأجسام في فترة زمنية. كيف أقيس سرعة كرة المضرب وهي تتحرك؟ كيف أقيسها وهي تتحرك؟ طبعا قياس المسافة اللي بتتحركها في الزمن، يبقى أنا قست ليش السرعة. فالسرعة بتساوي المسافة مقسومة على الزمن. كيف أقيس السرعة؟ طبعا عندي نشاط، أحتاج إلى بطاقة ورق مقوى، شريط لاصق، مسطرة مترية، كرة زجاجية، ساعة إيقاف عشان قياس الزمن. هل تعتمد سرعة الجسم على المسافة التي يقطعها؟ طبعا الإجابة نعم. وهبدأ أعمل النشاط بتاعي، هقلل المسافة وأزودها وأشوف يا ترى السرعة بتقل ولا بتزيد. المهم النشاط هنا هيساعدني على قياس معرفة السرعة باستخدام المسافة. هحرك الكرة مسافة معينة وأبدأ أحسب لها الزمن، وهغير المسافات، هزودها وأقللها، في الآخر هوصل إلى مفهوم ما يسمى بالسرعة، وهو قياس أو مقسوم المسافة على الزمن. السؤال الأساسي بيقول لي كيف نقيس الحركة؟ زي ما قلنا هنتعرف على ثلاث مفردات مهمة جدا: الموقع، المكان اللي أنا موجود فيه، ده اسمه الموقع، موقعي المكان اللي أنا موجود فيه الجسم، الحركة، ثم الإطار المرجعي. وهنعرف كمان ما معنى السرعة والسرعة المتجهة والتسارع.
طيب إيش معنى الحركة؟ هل أنا في ساحة المدرسة أو في غرفة الفصل؟ وأين أجلس في غرفة الصف؟ على اليمين أو على اليسار؟ لازم أحدد الموقع. يبقى الموقع هو المكان الذي يوجد فيه الجسم وبيمثل حركة الجسم. يا ترى أنا موجود فين في الفصل؟ ده موقعي. طبعا أنا بحدده باستعمال نقطة مرجعية، نقط أنا النقطة اللي أنا موجود فيها في دي اسمها نقطة مرجعية. يبقى الحركة تغير في موقع الجسم بمرور الزمن. كنت في أول الفصل، طلعت قدام، بقيت عند السبورة، طلعت برا، طلعت في الفسحة، غيرت الموقع مكاني، روحت البيت، غيرت الموقع، رحت الملاهي، رحت أي مكان، يبقى أنا دي اسمها حركة، تغير في موقع الجسم بمرور الزمن. لو أنا واقف في أول السبورة قلت، هحدد ليا نقطة بلاطة معينة واقف عليها، وبعد كده بروح في آخر الفصل يبقى أنا اتحركت لأن أنا قطعت مسافة وغيرت الموقع بتاعي. طبعا بنقيسها ازاي؟ بنقيس المسافة بالمتر، طبعا لو هي صغيرة، لو هي كبيرة تبقى بالكيلو متر، وبحدد اتجاه يا ترى انا في اليمين، في الشمال، في الشرق، في الغرب. ثم بعد ذلك هنخش على الاطار المرجعي. الاطار المرجعي ما ينفعش اقول ان الجسم بيتحرك الا لما حدد له مكان يرجع له. لابد ان اساله عن يسار ماذا يصبح كل من الحركة. يعني مثلا واحد بيقول لي انا اتحركت، فقلت له طيب كيف انت اتحركت؟ قال لي ده انا اتحركت من المكان الفلاني، نقطة مرجعية انت ممكن تقيس منها. فهو مجموعة اجسام تمكننا من قياس الحركة، تحديد الموقع بالنسبة اليها. انا واقف في المدرسة ورحت عند عزيز مول، فالاطار المرجعي بتاع المدرسة، وهبدأ اقيس من عند المدرسة لحد عزيز مول، يبقى دي المسافة، وهحسب الزمن، وبالتالي هبدأ أحسب الحركة، وبالتالي هحسب الإيش؟ السرعة. طبعا ده كل ده بيتكلم على الإطار المرجعي اللي هو في الآخر. طيب هنا بيقول لي نقطة برضو، هل الإطار المرجعي بيكون ثابت دائم؟ لا طبعا مش شرط. ممكن واحد يكون راكب سيارة متحركة وهو بالنسبة لي مراقبني وانا بتحرك جنبه، ففي الحالة دي احنا الاتنين متحركين، فيا ترى ممكن هو يكون في عكس الاتجاه او بيتحرك معايا في نفس الاتجاه او هو ثابت. فالاطار المرجعي ممكن يكون ثابت، واحد واقف شخص واقف على الطريق ثابت وانا بتحرك جنبه، يا اما هو بيراكب سيارة زيه واتحركت من جنبه، يا اما هو في عكس الاتجاه، يا إما هو معايا في نفس الاتجاه. فالإطار المرجعي يا أولاد ممكن يكون ثابت أو متحرك، بالشرط لازم يكون ثابت، لا ممكن يكون إيش؟ متحرك. خد مثلا الولد ده، إذا كانت السيارة متحركة هي الإطار المرجعي، فهل تبدو الأشياء خارجها كأنها تتحرك بسرعة؟ طبعا لو في إطار مرجعي برجع له بس هو متحرك، فكل الأشياء جنبه هتبدو إن هي متحركة. أو إذا كان الطريق هو الإطار المرجعي فإن السيارة هي التي تتحرك، فإن السيارة هي التي إيش؟ تتحرك. طيب اختبر نفسي، كيف أقيس المسافة التي أقطع جسم متحرك؟ قلنا بقياس المسافة، طبعا بتتقاس بإيش؟ بموقع، هرجع لموقع الجسم وهبدأ أقيس المكان اللي وصل له الجسم المعين، طبعا بتقاس بالمتر لو هي صغيرة أكتر بالسنتيمتر، متر، كيلو متر، حسب المسافة. كيف يمكن أتحرك بالنسبة لإطار مرجعي ولا أتحرك بالنسبة لإطار آخر؟ إذا كنت ثابت أو جالس في إطار مرجعي والإطار الذي يجلس فيه متحرك بالنسبة إلى إطار آخر، أن أكون جالس في سيارة متحركة، فأجزاء السيارة التي أجلس فيها إطار ثابت بالنسبة إلي والطريق إطار متحرك. يبقى احنا هنوصل يا أولاد النهاردة، خدنا الإطار المرجعي وخدنا السرعة وخدنا الحركة، هيبقى فاضل لنا التسارع وقوى الاحتكاك، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله.